الاجتماعية التي نخرت ولا تزال تنخر أجساد وعقول. بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء سعيدة تنفيذا لتعليمات الوزارية وحرص وزارة العدل والسير والسيد وزير العدل على شرح القوانين ومواكبتها ومتابعتها، تم تنظيم هذا اليوم الدراسي بمناسبة تعديل القانون الخاص بترويج والمتاجرة بالمخدرات، وفي بابه تم تعزيز الدور الوقائي لمعالجة المدمنين ومرافقتهم وحمايتهم أكثر بتوفير مؤسسات علاجية وتوفير آليات قانونية. يقوم قاضي الجناح أو قاضي النيابة بوضعها لاستفادة هذا الطرف الضعيف في الحلقة وهو المستهلك. كما تم أيضا تعزيز الجدول الوطني لتصنيف الأقراص المهلوسة أو المخدرات، علما بأن بعض المستهلكين يقومون باستهلاك بعض الأدوية أو العلاجات الدوائية والتي تحمل في تركيبتها جانب من المخدرات. تم توكيل المهمة لوزارة الصحة بإشراك وزارة العدل لأن هذا الجدول يتم تحيينه بصفة دورية للقضاء أو لمحاولة حصر جريمة الترويج أو المتاجرة واستهلاك المخدرات. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بودي أن أشكر السيدين رئيس المجلس النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة لإشرافهما على تنظيم هذا اليوم الدراسي المتعلق بموضوع وموضوع مهم جدا اللي هو المخدرات والمؤثرات العقلية تبعا لخطورة هذه الآفة الاجتماعية والتي أصبحت تهدد المجتمع بمختلف أطيافه. ونحن يعني كرجال قانون أو بالأحرى كقضاة يعني من ناحية الميدانية ارتأينا نتدخل من خلال المداخلة تاع اليوم فيما يخص التعريف إعطاء بعض المفاهيم بخصوص المخدرات والمؤثرات العقلية ولا سيما والإشكاليات القانونية التي تثيرها وخصوصا على المستوى الميداني. وشكرا. هذا هو الشيء الذي نشجعه، وهو كيف نحرك وكيف نوجه هذا الإنسان الذي نسميه الإنسان المريض. هذه هي مسؤوليتنا.